دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه زي ما احنا متعودين كل يوم. معانا مراسلتنا النهارده مريم سميح من مقر النادي الاهلي بالجزيره. مريم صباح الخير عليكي، مصبح لك انا وكريم. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، وكمان بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان ننقل لكم أبرز الأجواء وكمان يعني أخبار الفريق الأول وكمان أخبار الفرق الرياضية الأخرى والأنشطة كمان المختلفة. ولكن خلينا سريعا قبل ما ننتقل لهذه الأخبار، يعني عايزة أكلمكم عن الأجواء هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن في توافد للأعضاء أكتر بكتير عن الأيام الماضية، وده بسبب طبعا يعني الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. يمكن الناس ابتدت تاخد على ان خلاص يعني الشتاء بيودعنا. انا عارفة طبعا الكلام ده مش هيعجب نهاوند خالص، ولكن يعني مع الساعات القليلة المقبلة هيكون درجة الحرارة بتتراوح ما بين 29 ل 30، وده اللي ادى طبعا ل يعني الكثافة الكبيرة هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيرة، على الرغم ان هو يوم في وسط الاسبوع ويوم الثلاث كمان بيبقى يعني اغلب الأعضاء عندهم مشاغل كتير، ولكن اختاروا ان هم يتواجدوا هنا داخل المقر. ننتقل يعني اخبار الفريق الاول لكرة القدم. النهارده ان شاء الله هيكون في تجمع للفريق في تمام الساعة 12 ظهرا، وبعديها هيكون التمرين في تمام الساعة 1 ظهرا. ده طبعا يعني كنوع من عدم الراحة للفريق الأول بعد ما كان في تمرين امبارح، والنهاردة كمان هيستأنف الفريق تدريباته تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول. عايزين نتكلم ان هم بيتكلموا عن ان مباراة غد يعني ما بين الأهلي والإسماعيلي، يمكن المباراة المؤجلة من عمر الدوري الممتاز الجولة ال 12، هي مباراة كبيرة جدا بالنسبة لهم ما بين الفريقين، وده طبعا اللي شهد عليه يعني تاريخ كرة القدم خلال السنوات الماضية، على الرغم من أن الإسماعيلي في المركز ال 16 وان هو في مركز متاخر، ولكن يعني الجهاز الفني حاسب ان هي مباراه كبيره جدا ما بين الفريقين، لانه طبعا يعني بتبقى مختلفه على المستوى الفني وكمان المستوى الجماهيري، ولا تقل اهميه عن المباريات اللي بتقام مباريات القمه ما بين الاهلي والزمالك، وكمان في اغلاق تام لصفحه دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، على الرغم من ان السفر خلال الايام القليلة المقبلة، ولكن التركيز كله النهاردة في التمرين هيكون على مباراة غد اللي هتقام إن شاء الله في تمام الساعة 7:30 مساء على استاد برج العرب. هيكون النهاردة في تحرك للفريق بعد الانتهاء من التمرين، ده طبعا بعد يعني أمس ما خضعوا لمسحة كورونا، وكمان هيكون في اطمئنان على صحة جميع لاعبي الفريق الأول خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الإعلان عن هذه المسحة. عايزة يعني أنتقل لبعض الأمور اللي بتخص بعض لاعبي الفريق الأول، يمكن أبرزهم طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف. اكتفوا يعني مساء أمس في التمرين، ما شاركوش ولكن اكتفوا بجلسات في الجيم، ولكن النهاردة إن شاء الله بعد يعني خلاص ما اشتكوا امبارح من إجهاد عام، ولكن النهاردة إن شاء الله هيستأنفوا تدريباتهم الجماعية. كمان عايزة أتكلم عن علي معلول ووليد سليمان وموقف هم كمان الطبي بعد طبعا ما بيستمروا في التأهيل بعد تعرضهم لإصابة في العضلة الخلفية. يمكن علي معلول هيكون عنده استعداد أكبر من وليد سليمان للمشاركة خلال الفترة المقبلة في التدريبات الجماعية. يمكن وليد سليمان هيعاود المشاركة في هذه التدريبات بعد مباراة فيتا كلوب في الكونغو. كمان عايزين نقول أن دكتور أحمد أبو عبلة يعني رئيس الجهاز الطبي أعلن جاهزية صلاح محسن بعد تعافيه كمان من الإصابة في العضلة الأمامية. كمان ناصر ماهر الحقيقة ظهر أمس بشكل مميز كمان مع بيتسو موسيماني في تدريبات أمس، ومن المقرر أنه هو يستأنف التدريبات النهاردة وخلال الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة في الكتف. كمان ننتقل دلوقتي لأخبار يعني الفرق الرياضية الأخرى. الفريق الأول لكرة السلق رجال تعرض أمس لخسارة أمام نادي سموحة
ده طبعا في المباراة التي أقيمت أمس على صالة سموحة بالإسكندرية في الدوري، يعني النتيجة انتهت ب 88-83. أما الفريق الأول لكرة الطايرة رجال بالنادي الأهلي حقق فوز مهم جدا على حساب نادي الطيران في المباراة التي أقيمت يعني في عمر بطولة الدوري أيضا على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. يمكن كان في أو قدم الفريقين مباراة قوية جدا، ولكن انتهت بفوز الأهلي بثلاث أشواط نظيفة مقابل لا شيء، وجاءت النتيجة كالتالي. الشوط يعني نتيجة 25-10، 25-13 و27-25. وفي النهاية طبعا النهاردة هتقام مباراة بين الأهلي ونادي الصيد لكرة السلة سيدات في تمام الساعة 6 مساء بالصالة الصغرى بالنادي هنا بمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. يمكن دي كانت أبرز الأخبار معانا النهاردة المتعلقة بكل الفرق الرياضية، وتحديدا كمان الفريق الأول لكرة القدم اللي طبعا بنتمنى له الفوز في مباراة هامة جدا هي مباراة الغد ما بينه وما بين الإسماعيلي. العودة ليكم مرة أخرى. احنا كمان اكيد دعواتنا ودعوات كل الجمهور بالكلام ده، يا رب ان شاء الله كده يعني يبقوا منصورين ويجيبوا لنا بقى البطولات اللي احنا عايزينها يا رب باذن الله. وان شاء الله كمان الفريق الاول لكره السله سيدات الماتش النهارده كمان يفوز ويفرحنا زي ما دايما بيفرحونا. شكرا ليكي يا مريم. شكرا.